بدأت معركة عنيفة بين رئيس الاستخبارات في عهد حسني مبارك اللواء عمر سليمان وجماعة الإخوان المسلمين، إذ يطرح الأول نفسه كمنقذ من الجماعة التي يتهمها بالسعي لاحتكار السلطة، بينما يتهمه الإخوان بسرقة الثورة. نرفض بشدة فكرة محاولة إعادة إنتاج النظام السياسي السابق بشكل معدل في شخص اللواء عمر سليمان، وشايفين أن دي إهانة للثورة وعدم إدراك لطبيعة التغير اللي حصل في خريطة حياة الشعب المصري وفعاليته. المسألة محاولة قضية سرقة الثورة. من جهته سليمان شن هجوما شديدا على الإخوان المسلمين الذين اتهمهم بتهديده بالقتل، معتبرا أنهم فقدوا كثيرا من شعبيتهم. وبين هذا وذاك، العديد من الناشطين الذين عرفت أسماؤهم في ثورة يناير 2011 اعتبروا أنهم لا يؤمنوا بهذه الانتخابات ولم يجدوا فيها الوجوه التي تمثلهم.